أحييكم تحية إسلامية، تحية مباركة، تحية عديمة، تحية أهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموجودات من ظلمة العدم بنور الإيجاد، وجعلها دليلا على وحدانيته لذوي البصائر إلى يوم المعاد، وشرع شرعا يختاره لنفسه، وانزل به سيد العباد، فاوضح لنا محجته وقال: هذه سبيل الرشاد، وعلى اله وتبعه صلاه زكيه بلا نفد. اما بعد، اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم التلاب. أحييكم تحية جميلة، جمال روحكم حارة حرارة شوقي نحوكم جميعا. أيها الحبايب العظام والمشايخ الكرام، أخص بتحية الحكماء التي تقوم مقام شأنها حق الأداء، ولعل الله جعلكم خير من أحكم بما أنزل الله فهو خير الحاكمين. أحييكم تحية زكية وسلاما عاترا عليكم يا رئيس الجلسة ويا أيها الحاضرون الأعزاء. فتلبة للدعوة إلى هذه المسابقة، أتقدم عمل في هذه المناسبة الطيبة أن أكتب أمامكم تحت الموضوع: تأثير الصغف العربية في تطور عقيدة الإسلامية. إخواني المسلمون والمحترمون رحمكم الله، اعلموا أن الثقافة هي مجموعة من الاتجاهات المشتركة والقيم والأحداث والممارسات التي تميز مؤسسة أو منظمة أو جماعة ما. اعلموا كذلك أن العقيدة هي التصور الإسلامي الكلي اليقيني عن الله الخالق وعن القول والإنسان والحياة وعما قبل حياة الدنيا وعما بعدها وعن العلاقة ما بين ما قبلها وما بعدها. وتشمل العقيدة الأركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. إخوان الأحبة والعزة، في هذه النصر المناسبة أريد أن أشفع عليكم مفهوم للتأثير الغربية، وهو كما رأينا وقع في الأيام إن أكثر أصحابنا لا يبالون ما قد اتخذ آباؤهم وشاعرهم، لأنهم يحبون الثقافة الغربية وينسون العقيدة الإسلامية، ويبدو ذلك بحبهم مشاهدة التلفاز التي تقدم بأفلام غربية تحكي قصة خيالية التي كانت في البلاد الغربية مثل رابونزل وترانسفورمر وسندريلا وما إلى ذلك، حيث كانوا لا يفهمون قصة الأنبياء والمرسلين. وكذلك في موقع آخر، إن أصحابنا قد أصبحوا مستمتعين وحبين على الإنترنت، ثم يقرؤون ما كان فيه سواء قراءة القرآن الكريم والحديث النبوي. وبهذا كيف يستطيعون أن يعبدوا الله إن لم يكن في قلوبهم الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب السماوية وبالرسل وباليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. وكذلك في أركان الإسلام الخمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ثم بمرور الزمن سوف نزل معرفتهم بالعقيدة وأساس الإسلام، وكانوا كالحيوانات لأنهم لا يقولون في قلوبهم الإيمان حتى يفعلوا كل شيء بشهوتهم
يلموا نفوسي بدون نظر لحدود الإسلامية. ثم إذا يكونون مثل ذلك فكأنهم البهيمة، لأنهم لا يرون الحق ولا يهتدون سبيلا، كما ذكر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، وأولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم. إخواني الأحبة والعزة وعلى أهل الحال، حيا بنحفظ أخلاقنا ونسلب الثقافة العربية التي أن تصلنا ونسلم من بعدنا وندر عننا من حولنا حينما يفعل ويستعمل أو شهد الثقافة المسدة. أخيرا نستغفر الله تعالى من ذنوب ما قد فعلنا، أستغفر الله من قول بلا عمل، أستعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المبروك طلعتي.